حضرتك طبعا واحد من كبار الصحفيين اللي موجودين في مصر، هو بيتعمل لهم النبي ما تقعدش تكبرني تماثيل. انا راجل الحقيقة امين على بقى، قد لا حالتي لا لا لا، دي وعبد الحقيقة، من عباد دي الله الحقيقة، الفقراء. لا دي الحقيقة، وده يمكن حقك الكبر كان في تقدم العمر شويه، حقك. لكن نبقى يعني من الناس اللي نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا بفضله وكرمه يعني. إن شاء الله بإذن الله. في الله ملفات يخليك. كتيرة موجودة على مائدة وطاولة ومكتب معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، وأنا أعلم جيدا إن حضرتك من المقربين إليه بشدة ومطلع على الكثير من الأمور. عندنا ملفات في الشأن العام، وعندنا ملفات، اتكلمت خلاص في الملف بتاع بطولة العالم لكرة اليد، اتكلمت حضرتك في الملف بتاع حضور الجمهور، يبقى ملف اللجنة الأولمبية والقرارات اللي تم اتخاذها في نادي الزمالك. عندنا لجان تفتيش دلوقتي شغالة في كل الأندية اللي موجودة في مصر، وحضرتك طبعا متابع التصريحات بتاعت معالي الدكتور الوزير أشرف صبحي. هل هناك تمهيد لقرارات قادمة، والاتجاه العام ايه اللي ماشي في الوزارة يا فندم؟ عشان بس نكون مختصرين ومحددين، لن نخرج عن يعني اعتقد انه برضو ايه ما يعني الاخ العزيز معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي لا يخرج عن يعني في حتى في علاقته الشخصيه وعلاقه قديمه ويعني عشره يعني عمل وملازمه واخوه في الامارات لا تخرج عن نطاق عمله. يمكن هو بيبقى اكثر حساسيه مع أصدقائه المقربين وأكثر يعني إحجاما عن أي شيء من بعض الزملاء، حتى ربما الشباب الصغيرين بيبقى أكثر يعني قربا لهم، لأنه عارف إنه الناس اللي عارفاه ومتصلة بيه على مدى التاريخ أو على مدى سنوات طويلة حتى على المستوى الأسري يتفهمون طبيعة عمله أكثر من الزملاء اللي هم مش مرتبطين بيه تمام لهذه الدرجة، وإحنا بنوعي هذا الأمر. تمام لكن أنا مش هخرج عن إطار أنه الأمر كله يخضع للقانون، تمام القانون ولا حيادة عن القانون، من له تمام حق بالقانون يحصل عليه، ومن تمام ليس له حق بالقانون أو بالتجاوز عن القانون سيتم وضعه أمام القانون لمحاسبته. تمام كل من نقطة أخطأ نقطة. يعني، يعني كل من أخطأ تجاوز سوف يعني يتم تقديمه للقانون. من يثبت فعليا تجاوزه او اختراقه للقانون سيقف امام القانون، تمام ومن يعني التزم وصار على القانون سيحظى بمظلة القانون. انتهت هذه الجملة وهذا الرد على سؤال سيادتك. ماشي يا فندم، مش عارف اشكرك ازاي الحقيقة، انك نورتني مش